خلال الفترة الأخيرة وعلى مدار أسبوعين البعثة كانت موجودة ما بين أهلها وما بين يعني كل محبي وعاشقي النادي الأهلي. لذلك في هذه اللحظات أنا برحب معايا على الهاتف الأستاذ محمد سمير سيمو، المتحدث الإعلامي لرابطة مشجعي النادي الأهلي في المونديال. سيمو ألف مبروك، وعملتوا تحدي وصنعتوا تحدي وقدرتوا تخلوا العالم كله يتكلم على إنجاز الأهلي وإنجاز جماهير النادي الأهلي في البطولة. مساء الخير يا سيمو. مساء الخير يا كابتن محمد، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك، الف مليون مبروك يا حبيبي. الف مبروك، مبروك علينا كلنا، اللهم لك الحمد، قمنا بملحمه. الحمد لله الفضل يرجع لكل فرد من افراد الرابطه وجماهير الاهلي عموما، والحمد لله كنا خير سند للاهلي وشرفنا الاهلي الحمد لله. وزي ما حضرتك كنت بتقول، مش بس في الفيفا وكابتن كاكا وكل الناس شادت بينا، فالحمد لله ده شرف لينا، وشرف لينا اساسا ان يقترن اسمنا باسم الاهلي. طيب عايز اعرف ردود الافعال من اللجنه المنظمه، من كل وسائل الاعلام. امبارح بالامس كمان الجمهور فضل يشجع ويؤازر ويساند اللاعبين حتى اثناء اقامه مباراه تيجرس المكسيكي مع بايرن ميونخ الالماني. مظبوط، ده احنا كنا موجودين في المدرجات، طبعا كنا مستنيين وصول الاهلي على الميداليه البرونزيه، وعايز اقول لحضرتك المدرجات كانت مشتعله تماما، وقمنا بتحيه كل اللعيبه الحضور اللي موجودين وتشجيع كل فرد من افراد البعثه، سواء كان اداريين مدربين لعيبه، وخاصنا بالذكر طبعا كابتن مروان محسن اللي مساندته عشان خاطر يطلع من الحاله اللي هو فيها. احنا مقدرين جدا كابتن مروان محسن، كان نجم من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، وان شاء الله باذن الله هيفضل كده واحنا في ظهره. واشادنا برضو بالكابتن مؤمن. عايز اقول لحضرتك يا كابتن محمد ان كل الناس المتواجده كان في قطر من لجنه منظمه او جهات معنيه او حتى الفيفا كانوا بيشيدوا بينا وبيشيدوا حتى بالاقبال على التيكيتات اللي كانت موجوده، وبيقولوا ان هي كانت اول مره تحصل الهجوم اللي كان حاصل على الموقع بتاع الفيفا. فالحمد لله يعني دي حاجه مشرفه جدا، مش بس للشعب الاهلي، ده لجماهير مصر عموما يعني. طب تمام، اللجنه المنظمه انا عارف على مدار الفتره اللي فاتت كانت في اجتماعات مستمره معاكم، وكان في طبعاً تفاصيل كتيره لهذه البطوله والتحضير لهذه البطوله. على مدار هذه الفتره هل كان ليكم طلبات خلال هذه البطوله عشان تنفذوها في ارضيه الملعب؟ لولا الاجراءات الاحترازيه وطبعا موضوع جائحه الكوفيد 19 هي اللي سببت او كان عائق لتنفيذ بعض الحاجات اللي كان ممكن جمهور الاهلي يقوم بيها في الملاعب؟ والله يا كابتن محمد احنا كان في حاجات كتير جدا كنا بنجهزها وبنحضرها لمفاجاه الجميع، ولكن طبعا عشان خاطر الاجراءات الاحترازيه اللي كانت موجوده، منها مثلا موضوع الدخلات، احنا كنا محضرين ثلاث دخلات للثلاث مباريات، وديت طبعا تم رفضها عشان حضرتك عارف الاجراءات الاحترازيه ان هي بتتناول من ايد لايد، فديت تم رفضها. وكان في حاجات كتير جدا، منها الاستقبال ومنها الحضور في المباريات وتخصيص عدد لجماهير ورابطه الاهلي، كل دوت طبعا مع التنظيم مع الجهات المعنيه ذللوا لينا العقبات. خلينا نقول بصراحه الناس كانت على اتم الاستعداد ان هم يذللوا اي عقبات لينا ومساعدتنا في حضور الجماهير وانجاح البطوله، وان دوت يكون شيء مشرف مش بس عشان خاطر الاهلي، لا ده عشان خاطر مصر وعشان خاطر قطر كمان، وتمهيد لكاس عالم 22 ان شاء الله اللي هتكون في قطر. كنت بتحضروا لدخله فيها نسر النادي الاهلي في طول وعرض الثالثه شمال. مظبوط مظبوط، ده كان حصل مبدئيا طبعا، يعني احنا يمكن كان في المباراه الاولى والثانيه كانت نسبه الحضور في الثالثه شمال ما كانتش بنفس القوة اللي كانت في المباراة الأخيرة بتاعت مباراة بالميراس، دي كانت المفروض إن احنا كنا بننسق مع الجهات المعنية، ولكن طبعا الهجوم اللي حصل في الحجز بتاع الويب سايت كان فيه كتير محجوز في الثالثة شمال، فخصص لينا جزء كبير من الثالثة يمين، وجنبات الملعب كلها كانت ممتلئة عن آخرها بجماهير النادي الأهلي. فده احنا حاولنا ان احنا طبعا نحصل عليه في الثالثه شمال على اساس ان احنا نقوم بالدخلات بتاعتنا، وكان في دخله محترمه جدا كنا هنعملها في اول مباراه كانت طبعا بنسر الاهلي. طبعا مش عايز احرق الدخله عشان ممكن ربنا يكرم في مباراه السوبر ونقدر ان احنا نعملها ان شاء الله بموافقه الجهات المعنيه باذن الله. عايز اقول لك على مفاجاه، السوبر مش بعيد، بنتكلم في خلال شهر ونص شهرين باذن الله، حضروا نفسكم باذن الله يا محمد.
على اتم الاستعداد يا كابتن محمد. احنا دلوقتي يعني يمكن خلصنا، احنا زي نفس المنظومه بتاعت الاهلي، ماشيين بنفس المبادئ بتاعتها، زي ما الاهلي بيخلص من بطوله بيخش على بطوله ثانيه، وزي ما حصل امبارح يمكن حضرتك سمعت وشفت، احنا كنا بالنادي السوبر يا اهلي، لسه واخدين على الميداليه البرونزيه وبالنادي بالسوبر يا اهلي. فاحنا برضو من النهارده ان شاء الله بنحضر للسوبر، وان شاء الله باذن الله نكون على اتم الاستعداد ونشرف نادينا ونشرف جمهور الاهلي باذن الله. استاذ محمد سمير المتحدث الاعلامي لرابطه مشجعي النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا على هذا الحضور الطيب والتحدي، لان كان في تحدي كبير جدا بخلاف المشاركه الفنيه في كاس العالم للانديه. هي فكره يا جماعه، وده كنت بقوله قبل طبعا ما استقبل التليفون مع الاستاذ محمد سمير،